حول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السفيرة فاطمة عبد الله الضاعن رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية. أهلا بك أستاذة فاطمة في نشرة الأخبار. يعني علاقات دول مجلس التعاون مع رابطة الأسيان تعود إلى نحو 35 عاما، الرابطة بحد ذاتها ربما تصل إلى 55 عاما منذ 67 تم تأسيسها. النمو في هذه العلاقات يعني يبشر بالوصول إلى مستويات متقدمة. هذه المرة الأولى تعقد قمة خليجية مع رابطة الأسيان على مستوى القادة، قبل ذلك كانت على مستوى الوزراء أو على مستوى اللجان. ماذا تأملون من ذلك؟ طبيعة الحال أن المشاركة في هذه القمة التاريخية لها العديد من الدلالات الاستراتيجية التي ترتكز بطبيعة الحال على رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالتأكيد على أهمية البعد الآسيوي للسياسة الخارجية لمملكة البحرين. هذا من جانب. من جانب آخر فهي تؤكد على الالتزام بضرورة بناء شراكات مستدامة مع أهم التجمعات الإقليمية والدولية على حد سواء. ولعل هذه الرابطة هي واحدة من أهم الرابطات الموجودة إقليميا منذ تأسيسها كما تفضلت في 8 أغسطس 1967 وحتى الآن، وحظت باحترام المجتمع الدولي وكسبت أهمية اقتصادية كذلك. فنجد على سبيل المثال أن البنك الدولي قد صنفها في العام 2020 كثالث أهم اقتصاد وأقوى اقتصاد في آسيا والخامس دوليا كذلك. ولكن إذا نعود بالزمن قليلا نجد أن هذه الرؤية الملكية السامية تم ترجمتها إلى إنجازات ومكتسبات على أرض الواقع. فنجد أن مملكة البحرين هي أول دولة في المنطقة توقع على معاهدة الـTEC أو التعاون والصداقة مع الآسيان، كما استضافت اجتماعين وزاريين مشتركين للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والآسيان. فإذا هذه المشاركة مهمة جدا وهي امتداد طبيعي للعلاقات المتميزة الثنائية ومتعددة الأطراف كذلك. نعم، بالحديث عن هذه العلاقات الثنائية، كيف تصفين سعادة السفيرة العلاقات الخليجية مع دول جنوب شرق آسيا أو رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان؟ لقد وصفت هذه القمة وهذه العلاقة منذ قليل بأنها قمة وعلاقات تاريخية ومميزة، ولعل ذلك يعود إلى مسببين رئيسيين اثنين. السبب الأول هو كما تفضلتم بأن هذه هي أول قمة تعقد بين هذين التجمعين المهمين، رابطة جنوب شرق آسيا الآسيان ومجلس التعاون كذلك. السبب الثاني وهو الأهم في الحقيقة هو أننا اليوم لسنا فقط بحاجة إلى دعم المصالح ذات الأولوية بين الطرفين، بل نحن نحتاج إلى تسليط الضوء على الروابط المشتركة عوضا عن الخلافات والاختلافات. نحن في حاجة اليوم إلى العودة إلى أساس العلاقات البينية بين الدول، وهو الالتزام بالمواثيق والعهود والقوانين الدولية وأهمها ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة. إذا نحن اليوم في صدد تعزيز هذه العلاقات إلى أفاق أرحب، وخاصة مع اعتماد إطار التعاون المشترك للسنوات من 2024 إلى 2028 بين هذين التكتلين. نعم، كل الشكر لحضورك معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السفيرة فاطمة عبد الله الضاعن رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية. شكرا لحضورك أستاذ. شكرا لكم. شكرا.